ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو. الفيديو ده هيبقى انيمال دوكيومنتري ابيزود 2 عن الدوجز، وهنبتدي بأول نوع وهو الجولدن ريتريفر. الجولدن ريتريفر ده كلب يعني ذكي جدا عنيد. انا كلبي جولدن ريتريفر ومجرب. تدريبه سهل نوعا ما وصعب نوعا ما لانه عنيد وفي نفس الوقت ذكي. كلب بيتي ممتاز، هادي جدا. لما بيجري بيجري، لكن هو بطبيعته هادي. وطبعا الموضوع بيعتمد على حسب تربيتك، معوده انه يبقى هادي ولا يبقى يعني هادي ولا يبقى شاي. وكشراسة يعني مش شرس خالص، الا اذا لو متشرس بجد مش هيبقى، برضو مش هيبقى جامد جدا يعني، بس نوع يعني ما يعتمدش على الشراسة فيه خالص. عندنا الجيرمن شيبرد. الجيرمن شيبرد كلب ذكي، في منه 3 انواع. اول حاجة البلاك اند تان جيرمن شيبرد، تاني حاجة الوايت جيرمن شيبرد، نفس مواصفات الجيرمن شيبرد ونفس الحجم، واخيرا وليس اخرا النوع الاخير بلاك جيرمن شيبرد، برضه نفس المواصفات ونفس الحجم، نفس الذكاء، نفس الشراسة، لكن الفرق بس بيبقى في لون الشعرة. زي ما انتوا شايفين شراسته عالية جدا. يجي تقريبا هو الكلب الثالث ذكاء على العالم. كلب كيوت قوي. تدريبه سهل لانه لا عنيد وفي نفس الوقت ذكي جدا. كلب تقدر بيستخدموه في البوليس عشان يقبض على الحرامية، بالذات لسرعته الكبيرة، بيجري بسرعة جدا. بيستخدموه، احنا جبنا صورة في فيديو ليه في Some Amazing Animals، لأنه يعتبر من Amazing Animals من شعرته وقوته ولونه الحلو جدا وشكله الجميل جدا. بالذات البلاك اند تان هو أشهر نوع، يعني أشهر نوع تلاقيه في العالم، لكن ده ما يمنعش إن الباقي مشهورين. بعدها عندنا ملك الشراسة بعد البيت بول، عندنا الروت فايلر. الروت فايلر في منه نوعين، الامريكان روت فايلر زي ما انتم شايفين في الصوره، والجيرمن روت فايلر. الجيرمن روت فايلر ديله بيبقى نازل، الامريكان روت فايلر ديله بيبقى طالع. كلب شرس جدا يا جماعه، يعني ما ينفعش كلب بيت لشراسته، هيبوظ لكم الكنب، انا بحذر. بعدين عندنا اللابرادور. اللابرادور في منه 3 انواع، بني واصفر زي الجولدن واسود. تفرق ازاي اللابرادور من الجولدن؟ من عن طريق عروقه اللي بتبقى في رقبته، اما الجولدن ما عندوش العروق دي. الجولدن واللابرادور تقدر تحدد لونهم عن طريق ده، بالنسبه للاصفر يعني لو ودانه فاتحه وهو صغير لما يكبر هيطلع فاتح، لو ودانه غامقه وهو صغير لما يكبر هيخنق سنه. طبعا البني والاسود ما نقدرش نعمل معاهم الكلام ده. شراسته اعلى من الجولدن لكن اقل بكتير من الجيرمن روتفايلر. بعديه عندنا ملك الشراسه الثالث الهاسكي، او الرابع او الخامس. كلب بيعيش في التلج، شرس جدا، ياتي بعد البيتبول والروتفايلر والكوكيجين والتايب الماستف. شرس جدا، في نفس الوقت امور، صعب جدا نعيشه في مناخ مصر لان مناخ مصر حر وهو بيعيش في التلج، لكن نقدر بتخطي شوية حاجات زي ان هو يبقى شورت هير وكده. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.